المسؤوليات أختي، جاهزة لأتحمل أي مسؤولية. أنا جاهزة لأتحمل أي مسؤولية. يا سو، فاتح تعال نلعب. أنا ما بدي ألعب، العب مع ماهي. ماهي تعالي نلعب. يلا شيل الموبايل من إيديك. عم قلك ما بدي، خلصنا. يلا بقى تتسلي. اف ابني، العالم ما رح ترد عليك، الكل بده يطلع ويسافر. ما عم أقدر أفهم كيف هنن عم يفكروا إنهم يتركوا بينجاب. على هالحالة ما رح يضل شباب ببلدنا. يعني إذا كانت كندا منيحة فيهم يعملوا بلدنا مثلها. خشبير ليك، مسرحيتك فكرتها كتير حلوة وبتناسب الوضع، بس هيك انت ما عملت شي منيح لبنجاب. الوضع كتير سيء ومو سهل بنوب. شوف الإعلانات اللي موجودة بالجرائد، راها منيح. بنجاب عم تفقد كل شي. خدي ستي، شوفي شو عم يعملوا الشباب لحتى يروحوا على كندا. أمي، صاروا 4 أيام ولسه ما حدا رد علينا. خير أبي راج؟ روحوا شفلنا، شو قصته البريد مسكر؟ وحتى الرسائل موقفينهم. ستي، مش الحال، رجعوا وفتحوا، كل شي صار تمام. امبارح أنا اتصلت فيهم، قالوا بيختارونا بالأول، بعدين بيجوا لعنا على البيت وبيخبرونا عن الموعد. طيب وبلكي اختاروا ياسمين بدون تيجي؟ خلاص بيكفي، إذا ما بدك تقولي شي منيح الأحسن إنه تضلي ساكتة وما تحكي شي، عم تفهمي؟ إجوا، إجت النتيجة. تراكمت عليكم الديون. شو بدك يعني؟ شو بدي؟ اجيت مشان اخذ مصاريي. ما رح اهرب، لا تخاف، تعا بكره. يلا يلا تحرك. يا مهلك، رح تروح ولا بضربك؟ ها، واحد غبي وغليظ. ما اجيت. خلص روقي. انت شكلك ما رح تفهم بالذوق. امي استني لحظه، انا بروح بفتح. مسك هات. يلا البريد مدام. اجا البريد. حلو كتير. واخيرا يا عيني. يا سلام. تيجو يلا قرينا اياها بسرعة، وبشرينا انه اختاروكم. يلا قريها بسرعة. بدك يختاروني الي انا؟ رح يتركوا الهند ويروحوا على كندا يموتوا هنيك، ومستعدين يشتغلوا شوفيرية، وحتى بيغسلوا الصحون بالمطاعم. هنن كل هاي الشغلات ما بتهمهم بنوب، بيهمهم شي واحد بس، هو انه يقبضوا الدولارات يشتغلوا هون يفيدوا للبلد تبعهم. ما فيهن يعني شاطرين يفيدوا الغريب عن بلدهم. لما يشوفوا الصور على النت الكل بجن جنانه وبدهم يسافروا. اخي فاتح، اعطيني مفتاح السيارة. انتبهي على حالك. ماشي. وين رايحة؟ لا تخاف، ما رح انزع مستقبلي، يمكن برحلة طيران ينتزع. ماهي، أعطيناك الحرية الكاملة، بس هذا الشيء ما بيعني إنك تقلل احترامك لإلنا. نحن خايفين عليكم. بعرف بتخافوا علي، إذا عملت شيء غلط طبيعي تخافوا علي كثير، بس بالأخير كله على الفاضي. اسكتي يا بنت. ما هي بنتي؟ أنت ليش هيك عم تحكي؟ بالمناسبة ما عندكم بس بنت وحدة، لسه عندكم شابين كمان رح يخلوكم فخورين. يا ريت تخافوا عليهم بس. ما هي عيب عليك تحكي بهالطريقة.
هاتيون. وقت تتعلمي كيف تحكي بتاخديون. أنا عم قول الحقيقة لهيك متضايقين، بس لازم الواحد يحكي. وانت كمان يا أمريك، نحن منحب بلدنا، بس انت عم تفهم الموضوع كله غلط بغلط. أنا ما حدا لعب بعقلي، شو هذا الحكي؟ الملاكمة هي لعبتي، بحبها كتير وأنا بدي مثل فيها بلدي. بس انت ما رح تفهمي هذا الشيء. روحي امريك، خدها لجوا. وافقوا علينا اتنيناتنا. فاتح، إذا حابب تسافر أو عم تفكر بهالشي خبرنا. لا أبداً، أنا ما بدي. لا مستحيل، بدي ياسو، ما رح سافر وحبيبتي هون. بدي أتزوجها ونستقر هون ونعمل عيلة حلوة. كندا، أنا جاي. الحظ ما بيعرف شو هي اللعبة. من جهة ياسمين عم تتجهز لتروح على كندا، ومن جهة تانية فاتح قاعد عم يخطط لحتى يستقر ببنجاب مع البنت اللي بيحبها. بس في بيناتهم شخص علقان، وهو تيجو. اليوم لازم نعمل حفلة صغيرة. لازم. لا، بدنا نعمل حفلة كبيرة كتير، وكمان بدي حلي كل الأهالي اللي بتضيع. ساتي قلي لي، روحي فوراً اتصلي لي بباسوروبي وميني. يلا فوراً. طبعاً رح حاكيها. ستي حاكي نرمالة مشان نذاكرها سوا. انتوا ليش واقفين هونيك وعم تضحكوا؟ ما تروحوا تجيبوا لنا تكاسي بسرعة. يلا استعدوا بدنا نروح على شانديغار. أكيد في شي مقدر إنه يصير بيناتكم، ليش أنت مانك عم تقتنع؟ أول شي شقيت صورتها، وبعدين أنت عطيتها رسالة الحب لإلها بالغلط. أنت عم تتمسخري علي. لهيك أنا ما بحب أحكي لك ولا شي. خلاص عفواً، لا تتدايا. خلص روحي، أنا ما بدي أحكي معك بالمرة. ليش؟ ما بدك تحاكيني؟ بكفي إنه أبي مانو عم بيحاكيني بالمرة. لا تعمل نفس الشي. أختي ليش هيك عم تحكي هلا؟ ليش عم تعكري مزاجك بقصص قديمة؟ خلص انسي كل شي، خبريني كيفو صهري الغالي؟ هاي سيمي، كيفك؟ منيحة؟ هي أكبر منك، لازم تنادي لها أختي. ببلاد برا بينادوا لبعض بأسمائهم. صحيح سيمي، تتذكري بنت الأنسة سيندورس؟ هاي اللي كانت حلوة كتير لإسمها ليزا، طمنيني عنها. لو سمحتي ليلا خليها تقبل طلب صداقتي على الفيسبوك. ولا روح حكيها أنت أحسن. أمي بعتت لك أطرميز مخلل، وصلك؟ استلمتي شي؟ لو هي كانت عم تحكيكي رح تقلك سمران حبيتيهن؟ إن شاء الله كان طيب وعلى ذوقك. قليلي ليك، بدي تقلها إنه أنا مو بس حبيتهن، حبيتهن وطار عقلي فيهن، عن جد طيبين كتير كتير. تتذكر ونحن صغار كيف كنا نسرق المانجا من على الشجرة ونحط لها شوية ملح ونروح نتخبى وناكلها؟ بتذكر أمي كانت تبهدلنا وقتها. صح، أمي كانت تبهدلني كتير، بس أنت كمان كنت على طول تبعتيني اشتغل مراقب. رح أقلك شي، أنا فيني على طول جيب مخلل، بس خناقات أمي ما بتتعوض أبدا. سمران ذكريني أنا كمان شي مرة. طلع عن جد أنا بتصل فيكي،
بس انتي يلي صار لك قرن ما اتصلتي فيني. يمكن شكلك نسيتي اختي. انتي ما عم تحكي. لا ابدا اختي، ما نسيت حدا، بس عم اعمل جهدي لحتى تنسوني. ماهي ليه عم بتساوي هيك؟ فاتح حكالي كل شي، وشو قالك ابي كمان؟ ليكي انا ماني مبسوطه، انتي خليكي مبسوطه وركزي بس على دراستك وتركي كل شي. مو مهم وبيضيع لك وقتك، فهمتي؟ خلصنا، ليش كلكم بتضلوا تعطوني محاضرات بسبب وبلا سبب؟ يعني انا ماني صغيره وبفهم بكل شي. ماشي قلي لي هلا امتى جايه؟ والله ما بعرف، انا كتير حابه اجي يا ماهي، بس اختي انتي بس تعالي لهون ونحن بنحكي مع ابوكي ومنحل كل شي، ما تهكلي هم اي شي. هات سهرك، ما في يتغدى بدوني. لا تنسى سلم لي على كل اللي عندك. امريك تعال شوي. يلا جاي. يلا باي منحكي. من جهة أخته لفاتح عم تعاني كتير بعد ما حققت حلمها، ومن جهة ياسمين كانت عم تحاول تحقق هالحلم وتسعى كرماله. ليك بدي منك تحط كل الطلبات يلي وصلونا بملف واحد. حاضر. ليك ومين مشارك؟ آرتي وآليا، شو هالمشكلة هي؟ شو بدنا نساوي هلا؟ أنا متأكدة هدول رح يوصلوا للجولة الرابعة. لا تشارطي؟ ايه طبعا. ليك مشاركة ياسمين، عرفتوها؟ هي رسمة مرتين. مو بس رسمة مرتين، حرام هي البنت صار لها عم ترفض سنتين. هالمرة كمان اختها مشاركة معها، اسمها تيجو ساندو. تيجو ساندو؟ هاي البنت قوية كتير، أنا بتوقع تبقى للأخير. شكلهم الأختين حاطين عينهم على الأخين أولاك، عرفتوهم؟ عشان يتزوجوهم ويروحوا على كندا. القصة مو بس هيك، أنا متأكد إنه ياسمين ما رح تزبط معها، على الأقل لبعد شي 20 سنة يعني. جاس، خد هالملفات. إيه تكرم. كانت عيلة ساندو مبسوطين ومعاطين فرحتهم لحدا، بس كان في حدا عم يخطط ليخرب عليهم الفرحة وهو جاس. أهلين فيكم. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يسلموا إيديكي. وهي كمان أهلا وسهلا فيكم. وهي لألك أنتي. لا تستحوا. بالمناسبة نحن مالنا كنديين. ألف مبروك، انبسطت لكم كتير. يلا تعالي. ليكي تيجو، لما نروح على كندا حياتنا رح تكون كتير حلوة سوا. يا الله شو رح ننبسط أنا وياكي ونعمل مغامرات كتير مع بعضنا. ايه اختي ايه. وانا من هلأ قررت ما رح نركب غير بسيارات كتير كبيرة وفخمة، ونسوق بسرعة كمان. في حدود للسرعة بكندا والمخالفات بتجي على البريد. وهون كمان المخالفات بتجي بالبريد. انتبه وانت عم تسوق، بتجي على البريد كمان. انا بعرف كل شي عن كندا تمام؟ ماشي؟ عن جد؟ ايه. لكن قليلي على اي جهة من الطريق بيكون خط السواقة؟ اختي هاي كتير سهلة، هو على جهة اليسار. شو هاي جهة اليسار؟ قولي صح يا سو، على خط اليسار بسوقه. لشو كل هاد؟ حكولي عن الشغلات الحلوة يلي هنيك، المطاعم والماركات. اخ جوسي براتا
فيرزاتشي ياسو جوتشي برادا فيرزاتشي. بالله عن جد؟ ايه لك حتى ديل راج بيقولون صح. صح ديل راج؟ ايه صح اختي. شايفه؟ خلص اسكتوا، خلصنا بقى. انسي اختي، شيلينا من كل هالشغلات هاي. بكره زوجي بصير ياخذني مشاوير كثير. زوجي رح يصير ياخذني مشاوير كثير. يا سو كوني مستقله بقى، هنيك العالم ما عنده وقت لحتى تضيعه. وزوجك بده يشتغل ويطالع مصاري ولا بده يضل معك؟ بده يضل معي. ليكي يا سو، انا خايفه انه بكره زوجك يصير يحبك اكثر مني، بس ما رح خلي، رح نصير نتخانق مين بيحبك اكثر. لك اخي شو عم تعمل؟ اخي فاتح؟ لك فاتح؟ لك انت شو صاير لك يا فاتح؟ شكلك مثل الاموات. انت يلي طالع مثل الميتين. ايه خلص مو وقت المزح هلا. في عندي اخبار سيئه عن هي ياسمين. قول شو صار لياسمين؟ لك شبك هي منيحه، ايه بس صاير. شو في؟ هي راحت على شانديغار لتتزوج. ومين قال لك هالحكي؟ كنت عم راقب الوضع قدام جامعتها، كان في بنتين عم يحكوا انه هي وكل عيلتها راحوا على شانديغار لحتى يلاقوا لها عريس. واو كتير حلو هالمكان. ايه استنيني راجع. لك يا سو راحت الأنسة ساندو، بس رح ترجع المدام فيرك. خلينا نروح. يلا اطلع. لك ما عاد فيك تساوي شي، وهلأ الوقت خلص وهي راحت يا أستاذ. لك بوزو، الله هو يلي جمع قلوبنا وخلانا نلتقي، وأكيد ما رح يفرقنا ورح نكون لبعض يوما ما. لو سمحت شوف لي حظي إذا رح روح على كندا أو لا. ما رح تروحي على كندا، هالشي مو مكتوب بقدرك. شايف هدول الخطوط؟ أنا أجيت على هي الدنيا ومكتوب عليهم اسمها، لهيك بلا حكي فاضي. تعال يلا. شوف هي مزبوط أخي، مكتوب ساندو. اسكت شو بك؟ يلا اترك لي إيدي. شو مفكر حالك؟ مجنون؟ بعرف كتير عالم مثلك شغلتهم يضحكوا على الناس. شو مفكرني؟ غبية؟ ورح أترجاك وإبكي لتساعدني وتسفرني على كندا وأدفع لك بهالمصاري كمان؟ ياسمين؟ ليك اسمعني منيح، أنا هلأ مستعدة أدفع كل شي معي لحتى روح على كندا. تعالي نحن لازم نروح على المول ضروري. إيه تعالي. أعطيني إجرتي. شو؟ أنا ما رح أدفع لك ولا ليرة واحدة حتى، منافق. ياسو؟ أنا آسفة كتير، أختي فوضوية شوي. فيني شوف إيدك لو سمحتي؟ لا شكرا بدي روح. بترجاكي دقيقة. الأحسن إنك تبعدي عن عيلتك، اسمعي يا بنتي. كرمال تسعديهم ما عاد رح تكوني مبسوطة بحياتك. أنت وأختك حياتكن متشابكة كتير، ديروا بالكن من المشاكل. إذا حياتي ما كانت مع عيلتي معناتها مع مين بدها تكون؟ بالإذن. فاتح. ألو إمريك، لقيت شي؟ إيه طبعا لقيت، هلا بتشوف بعينك. يلا استعجل. ألو كيفك؟ آسف حبيبتي. اسمعي،
فرقة سيندو عاملة حفلة الأسبوع الجاي ومعي كرتين في آي بي وبيجننوا. شو رأيك تجي معي سويتي؟ بيجي أكيد، ليش لحتى أقول لا؟ لكن معناها منيح كتير. لهيك استعجلي بالشغلة يلي قلت لك عليها. مرحبا ياسمين، انتي وصلتي على شانديغار؟ ايه هلا تماما وصلت. هلا قاعدة بحديقة روك صح؟ انتي شو عم تحكي؟ انا بالمول عم جيب فستاني من هون من مصمم مشهور. الو الو، ايه فاتح بالمول. وصل اخي. اوكي يلا بوزو عجل. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.